أحمد الله لأنني عانيت كل التجارب والنكسات المتعاقبة ولا يزال عودي صلبا. المهم هو أداؤنا لرسالة الله وقيامنا بواجبنا تحت كل الظروف وفي مواجهة كل الاحتمالات. فإذا انتصرنا نرجو من الله أن يقينا شر الغرور ونزعة الظلم واضطهاد الآخرين، وإذا هزمنا نرجو من الله أن يقينا من الذل والهوان والخضوع. مقتطف مؤثر من رسالة المفكر الشيعي الإيراني علي شريعتي، كان قد أرسلها إلى ابنه إحسان قبل وفاته بأيام. وتلخص حياة من الثورة والتمرد على أيديولوجيا الانبطاح والخضوع. ولد علي شريعة قرب مدينة سبزوار في محافظة خراسان الإيرانية عام 1933 لعائلة شيعية متدينة. أوائل الخمسينيات بدأ نجم شريعة يبرز بعد انخراطه في الجبهة الوطنية المناهضة للشاه. سافر للدراسة بفرنسا وحصل على شهادتي دكتوراه من جامعة السوربون في التاريخ وعلم الاجتماع. تأثر شريعة بالشاعر والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال الذي مزج في أطروحاته بين الفلسفة والروحانية، وبالمفكر فرانز فانون المناهض للاستعمار الذي انخرط في الثورة الجزائرية. عاد شريعة إلى إيران عام 1964 وتعرض لمضايقات من شرطة الشاه لنشاطه في الخارج، ثم أطلق سراحه وسمح له بتدريس علم اجتماع الدين والتاريخ بجامعة مشهد. كان أستاذا متحمسا يملك وجهة نظر مغايرة للتاريخ الإسلامي، قدمها لجمهوره المتزايد في شكل محاضرات بمختلف أنحاء إيران. تجاهل الأمن الإيراني محاضرات شريعة ثم منعها بعد دعوته الصريحة إلى الثورة ضد حكم الشاه. طرد من الجامعة، واتهمه بعض رجال الدين الشيعة بالهرطقة بسبب ثورته الفكرية ضد المدافعين على التشيع الصفوي الأسود من رجال الدين المحافظين. كان شريعة يعتقد أن صعود الشيعة الصفويين ضد العثمانيين السنة كان مؤامرة لتقسيم الوحدة الإسلامية، لذا تعرض لهجوم عنيف من علماء الشيعة واعتبر خطرا شديدا على المذهب الشيعي. سجن عاما ونصف عام في الحبس الانفرادي، وظل بعد إطلاق سراحه عامين تحت الإقامة الجبرية. أوائل عام 1977 سمح له بمغادرة البلاد بعد أزمة صحية حادة، فوصل إلى إنجلترا في مارس عام 1977 وقد تدهورت حالته الصحية والنفسية، لكنه مات بعد فترة وجيزة في ظروف غامضة، ويعتقد أتباعه أنه اغتيل على يد المخابرات الإيرانية لمعارضته شاه إيران وسياساته الاستبدادية. بعد أشهر من وفاته تحولت أفكار شريعة إلى شعارات للثورة الإسلامية الإيرانية التي أزاحت الشاه عن عرش إيران عام 1979، أي بعد عامين من وفاته.